تعالوا معايا نجوم مصر مستشفى 57 357. جبت حاجات للاطفال الصغيره وقلنا نروح نفرحهم ونشوف حالتهم عاملين ايه. احنا بقى كنا وصلنا المستشفى نجوم مصر، دخلنا جوه بقى تنفخ الكوره بقى عشان نلعب مع الاطفال الصغيره ونعمل معاهم تحديات. هنا بقى جالي الطفل الصغير ده عنده حوالي من 6 ل 8 سنين. اهم حاجه بس وانت بتتعامل معاه تحسسه بالامان، لان هو محتاج الامان منك ومن الناس اللي حواليه وما يحسش ان هو لوحده. التحدي ده الهدف منه ان انت تحسسه ان هو قادر ان هو يكسب اي تحدي، وانت دلوقتي كسبته تحدي فقادر ان هو يكسب كل تحدي. البنوته دي كسبتني، لبستني كوبري بنوته عسل وطلعت بتعرف تلعب كوره. هي يا جماعه عادي خالص. وهنا بقى النجم الصغير ده طلع لعيب جامد جدا ولبسني كوبري هو كمان، ولازم ياخد هديته، وكان اخوه معاه ياخد هديته هو كمان. وكنا طالعين بقى فوق نشوف الحالات اللي فوق، بس طبعا ممنوع التصوير لان حالاتهم صعبه جدا. ولازم نتكلم ان المستشفى في ازمه دلوقتي، تجانا كلنا نقف معاها عشان ما تتقفلش والاطفال دي كلها تتعالج. يعني على قد ما تقدر تبرع معاك من جنيه لحد ما انت تقدر خالص. تعالوا بقى نقول لكم ان المستشفى دي التبرع فيها مش مادي بس او لعب او فلوس، التبرع هنا ان انت تيجي تضحك في وش الطفل وتلاعبه وتخرجه من اللي هو فيه. والتبرع طبعا من اي مكان فوري، قول له عايز اتبرع ل 57 357. ومنشن بقى لكل المشاهير اللي بتحبهم، قول لهم يدعموا الحمله دي، عايزين نوقف المستشفى على رجليها. ومنشن لكل اللي بتحبه يتبرع.